كديري لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير وتكون ان شاء الله في صحه جيده. صراحه درت لكم داك المقطع في اللون حيت كنت صورت لكم اليوم الحد وخرجت البارح السبت، صورت لكم واحد الفيديو. كنت مشيت للجوطه يا الخرده الخرده، مشيت هكا لسوق البالون وما كيقولوا له، ماشي الجوطه انا اللي نقصد، يعني كيكونوا فيه اصحاب برا وهذا كيبيعوا فيه. كنت صورت معاكم هكا كيفاش مشيت تقديت، ولكن خساره مشاو ليا شي مقاطع، ولي مازال المقاطع ان شاء الله غادي نحطهم لكم فيديو الجاي من مورا هذا الفيديو هذا. المهم كيفاش تشوفوها ديال البيسه اللي شريت ما قيستهاش معاكم. صراحه خديتها غير ب 10 درهم بياس، يعني الجاكيت ب 10 درهم وسميتو، وهاد التحتاني ب 10 درهم، ولي بوت ولي ما واخداش منها لي بوت، واخدها ب 15 درهم واخدها من سحيديكا. صراحه هانتوما من الجوطيه جات بيسه ناضيه. انا والله كندير لكم بحال هاد لي فيديو هادو باش هكا زعما ماشي عيب الانسان يمشي للجوطيه ولا يتقدم من الجوطيه، عادي والله الا كتمشي كتلقى ناس لاباس عيب كتقدم من الجوطيه. حنا المزاليط اللي ما تمشيوش للجوطيه، والله الا كانت كتزاد علينا غير هي كنمشيو للجديد. ولكن انا بصراحه وحق الله راه كما قلت لكم شحال مره، انا اكثريه كنتقدم هكا من صحاب برا ملي كيجيو كناخذ من عندهم. وبالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيتصلوا بيا في التليفون كيقولوا لي كي بقيتي من ديك الطيحه، صافا مزيان الحمد لله، ولكن باقي الحريق باقي رجلي كنحس به، يعني هذا الاحساس غادي يفهموا غير الناس اللي بحالي، كنحس بالحريق بزاف. وكنبغي نقول هذوك اللي بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كيبقاو يعيروا في دوك الناس اللي كيديروا الديزلايك، بالعكس انا راه عندي عادي والله ما كان عندي عادي سوا يدير لايك سوا يدير ديزلايك، يعني عندي عادي زعما، يعني اي واحد يعني سفره دخلت في الفيديو، يعني كل واحد حريه التعبير، يعني كاين واحد غنعجبو واحد ما غنعجبوش، فهمتي؟ كل واحد يعني واحد غيعجبو المحتوى واحد ما يعجبوش، يعني ضروري من انتقادات. ايوا المهم هانتوما معانا، راه حنايا غادي نتلاقى مع واحد الاخت صراحه اللي عزيزه عليا بزاف، ملي عرفتني في فقيه بن صالح ردت عليا قالت لي بغيتك يعني نجي نشوفك تجي عندي، قالت لي تعرفوها حتى هي، يعني راه هي وجه معروف في اليوتيوب. وهاني دابا جيت لهنايا، هاني خارجه وجيت هكا نصور معاكم قبل، وصراحه باقي ما اتصلتش بها، باقي ما قلتلهاش راني خرجت، غير خرجت هكا شويه قبل غير باش تعرفين مع الهبطه ديال الدروج، ويلا انا باط ويلا يهبطوا لي سيمو يهبط لي الكروسه وداكشي، ونخذ النفس ديالي وليت هكا نضرب دويره ونتلاقى انا وديك الاخت اللي قلت لكم. ودايره معايا حتى واحد المتتبعه عرضت عليا باش نمشي عندها لبني ملال، وصراحه جاني شويه بعيد بني ملال، ما صراحه ما نقدرش انني نمشي، يعني تعرفين هاد الحاله يعني الترونسبور وهذا ما عارفاش مزيان، انا صراحه ما عمرني مشيت لبني ملال. قالت لي غادي تشوف كيفاش غادي تجي تشوفني، يعني الا ما شافتنيش اليوم نقدروا عاوتاني نتلاقاو يعني مره اخرى. المهم انا هنايا غنتسنى المهم الاخت اللي راه كاملين كتعرفوا يعني غنيه على التعريف بما نقول لكم شكون. المهم غتبقى مفاجاه غادي تشوفوها معايا، حنا كننتظروها هنايا وما تمشيو فين حتى تكملوا معانا الفيديو. المهم حنايا غاديين في الطريق ديالنا كيفما تشوفوا، غادي تشوفوني مع من غادي نتلاقى، صافي غنخليها مفاجأة أحسن نشوف مع من نتلاقى. هانتوما معانا صراحة غير غادر ما عرفتش الطريق، المهم غادا وكنسول حتى نشوف واش غادا الطريق الصحيح ولا لا. امين اخويا الوليد مسكين قال يلا يشافك دور سمح من هنا من هنا ورقه الوليد هوك. المهم احنا غادي سي محمد يتقابل معايا، حنا سولنا واحد السيد قلنا له فين جات القواسم، قال لنا الشارع هو راه هذا الشارع هذا. المهم ها انتم غادي،
المهم احنا دابا قربنا عند الاخت اللي جايين عندها، غير تنتسناها دابا، نتصلنا بها صافي قربنا للدار. غادي تشوفوا معايا شكون. صراحه والله الا فرحانه انني نشوفها، والله خيرها سابق عليا. وملي شافتني انني جيت لفقي بن صالح عرضات عليا وقالت لي، المهم كنت صراحه ضروري باغا نشوفها، حيت الانسان ملي كيكون ولو يعني انسان يكون داير فيك خير غير بالكلمات، وهذا راه اللي كينسى الخير راه ما زعما ما كيسواش كما كنقولوا. والله المهم قلت انا تا انا دابا غادي غادي ملي قالت لي نتشوفوا نشوفها. دابا كنتسنى هي غتجي عندي بنتها باش نمشيو للدار نمشيو عندها، وغادي تكتشفوا معايا شكون. صراحة والله الا متشوقه وفرحانه انني نشوفها وهي والوليدات ديالها. المهم انا كنتسنى، راني وصلت دابا للشارع، دابا كنتسنى غير البنيته ديالها تجي باش تمشي معانا تورينا الدار. البنات انا الصديقه ديالي اللي قلت لكم غاده عندها، واللي قلت لكم راه وجه معروف يعني بلا ما نحتاج انني نعرف عليكم، هاي هي الاخت. السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بسعيده عندي، ومرحبا بكم حتى انتم المتتبعات ديال سعيده. مرحبا والف مرحبا، ونهار كبير هذا بسيمو اللي جا عندي، لانني انا عزيز عليا السيمو، عزيز عليا سعيده. انت والله تعزيز عليا وحق الله، وانا والله الا خيرك سابق عليا وحق الله كما قلت قبل. مرحبا، الانسان اللي كينسى الخير راه ما تيسواش، حيت انت اللي عرفتيني على الناس وهذا وحق الله. مرحبا بك وان شاء الله يا ربي يرزقك من اوسع الابواب، ويا ربي تفقى ناسك واصله المليون مشترك يا ربي امين، وتطلب من الناس كاملين اللي اشتركوا مع سعيده يبقاو يدعموها ويبارطاجيو القناة ديالها للعائلة ديالهم والأصدقاء ديالهم، لأن بهكا غادي تكونوا درتوا خير كبير لا مع سعيدة ولا حتى مع روسنا، لأن حنايا محتاجين. فاش سعيدة كتصلي ولا كدعى كتقول يا ربي الله يقاد الأمور الناس كاملين، فهذوك الدعوات راه كيوصلونا. أنا كيف ما كنت قلتها لكم، فاش ندى بنتي كانت بغات كانت غادي تحرق، تحرقت من ايدها غير جاب الله ما تحرقتش من وجهها. قلت لكم راه شي دعوه ديال الخير اللي وقفت في طريقي انا وبنتي، حتى ما وقعت شي كارثه لبنتي وما ترزيتش فيها. داكشي علاش قد ما قدرتوا البنات عزو ديروا العمل ديال الخير، و احسن حاجه انكم يعني تدعموا سعيده. يا رب يخليك والله يكبر فيك وعلى اختك، الله يخليك بياتك يا رب كاملين. ومرحبا بسعيده، مرحبا المشاهدين ديالنا عند الصباح، دخلوا اختي عند صباح، دخلوا عند صباح. ربي يخليك الله يكبر بك اختي صباح، والله يخطيك. شوف راه كنا داير، قلت انا قلت لها زعما كمل هذا ما نتلاقاو غير في الزنقه، وهي قالت لي مرحبا بك عندي في داري وحق الله. بك واي وقيته بغيتي تجي عندي جي عندي، يسبك عارف اللي كاين جلسي عندي حتى عام حتى شهر. ربي يخليك لله يخطيك والله الا القلب طيب وحق الله. ربي يخليك الله يسهل عليك. المهم ها انتم معانا، هانتوما شوف شو عند من جيت، هي المفاجأة ديالي، هانتوما معانا. الله يكبر بك اختي صباح. هانتوما كتشوفوا الاخت صباح اللي خطيها كبرات بينا، الله يكبر بها شنو وجدات لينا، شكرا بزاف. وقالت لك هادشي على ود السي محمد اختي، على ود السي محمد عزيزة، شكرا بزاف اختي صباح اللي خطيك، والله يكبر بك انت كيف كبرتي بينا. ربي يخليك لاله خطيك يكون الله يلا. وراه ماشي بكري باش اتفقنا باش اننا نتشوفوا، والله الا مسكينه لالا يخطيها والله يكبر بك ان شاء الله يا ربي اختي. الاخوات الاخوان ديما كتقولي لي كتنسينا صباح، انا مازال عند صباح والله كنطل. مرحبا بك اختي عندي وبارك الله، ربي يخليك، شكرا لك بزاف والله ما سخيت صباح وحق الله. مرحبا بك في اي وقيته، ربي يخليك، عارفه اللي كاين اختي صباح. انا راه قلت ليها قلتي عندي مرحبا بك، والله الا قالت لي مسكينه باتي عندي الوقت مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك انت اختي، مرحبا بك عندنا في زحيلة ان شاء الله. والله راني سبق وعدتك عندك دار، مرحبا بك ان شاء الله. مرحبا وني تشوفي زحيلة اللي هي كي دايره، وتحقي تحقي الزحليقه تجي عندنا غير تساعدني الظروف. والله اختي تنجي ان شاء الله. مرحبا بك لاله يخطيك، وسمحي لي بزاف كما كبرتي بيا، الله يكبر بيك لاله يخطيك. امين يا ربي. شكرا للمتتبعين، شكرا للمتتبعين كاع الاوفياء، شكرا للمتتبعين ديال قناه صباح بيوتي شهيوات نضال نور على الدعم ديالكم لسعيده،
يا ربي خليكم في احسن الاحوال وبقاو ديما تدعموها ربي يخليك. واللي اللي عندي انا ما دخلش عند صباح يدخل عندها والله. ربي يخليك اختي صباح ولا يخطيك. دابا غادي نمشي هذا وجه اللي ما يبات. دابا غادي نمشي وانتم معايا حتى نكملوا الفيديو. البنات احنا دابا خرجنا من عند صباح تعرفوا ما بقاش الوقت والله ما تخيت بها هي مسكينه والله ما تخاف. نادا تقول لي والله الا كنت تبتي معانا انت وسي محمد ولكن عارفين هذا هو جد اللي ما يبات وعرفتوا شنو الصدمه وشنو لقيت هو انني القناه ديالي سي محمد حبس هنا تنسان هو القناه ديالي مرة طالب ادسنس لا بت حاجه قناه غدا كي هذاك اللي غادي كي سميتو غادي ما عارف راسو فين غادي وبحال هكاك انا غير تنصور وتنحط وما عارفاش راسي واش يعني ما حتى شي حاجه ما قانونيه يعني والله الا مسكينه بقات معاه جات شي نص ساعه وهي كدير وهي كتقلب صافي عاد غتوريني كيفاش ندير حيت التليفون ديالي كيعصب راه كما قلت لكم كنصور لي فيديو كيمشي وكيعصب تيعصب وبقات معاه شي نص ساعه ولا اكثر والله وعذبتها مسكينه وجدات الكاسكروت وجدات هذا والله لا وحق الله زعما اش غنقول لكم انا هي اللي غاده وما عارفاش فين غاده المهم كنبغي نقول لكم اللي ما دخلش عندي دير ابوني دير عندي ابوني اضغط على زر الجرس وتنتوما اللي ما دخلش عند صباح يدخل عند صباح نتمنى تشجعوني بابوني وما تنساوش تبقاو تفرجوا فيا باش ديروا غير ابوني وتخبروا عليا انتما دابا عندي 25000 واحد يلا الفيديو ديالي كيشوفوا 900000 اللي كيتشاف نهز شويه باش يوصلنا حتى حنا الكود وهكا وتمشي القناه ديالي مزيان باش نصايبوها نصايبها هكا وتولي قانونيه المهم انتما يلا سي محمد انتما معانا حنا غاديين في الطريق غادي يمكن هنايا غنسالي البلوك ديالنا والله الا ما سخيتش بالبنات قالوا لي ديك الساعه جي عواله باش تباتي معانا لكن يلا حيت غدا عاوتاني عندي واحد رونديفو غادي ان شاء الله الا قدرت كيفاش نصور راه غادي نصور معاكم الرونديفو غتشوفوني شنو درت وعلاش غاده وفين مشيت وهذا المهم يلا دابا نخليكم وما تنساوش دير لايك وكومونتير ودعمكم لي شرف وقناتي لكم رسالة وعبرة ونخليكم في أمان الله.